اللي شغلتي باليك البتسهر الليالي الفكر فيك لما نشكي حالي اللي شغلتي باليك البتسهر الليالي الفكر فيك. اليوم انا فرحانه بزاف حيت لحقت شفت الديفا سميرة سعيد وانا من معجبين ديالها ومن صغري وانا كنحلم وانا غير نشوفها وسبحان الله ربي يسر وطلعت معها فوق الخشبه وادينا مع بعضياتنا فلي الشرف والله وتبارك الله عليها وتبارك الله على الجمهور اللي كان حاضر لي بدون استثناء وتبارك الله حتى على الصحافه المغربيه تحيه ليها. العلاقه اللي كتربط لي بخويا سعد المجرد علاقه اخويه ويلي المعزه والمحبه اللي بينه وبينه ماشي هو فنان وانا فان بالعكس ولينا بحال عائله الحمد لله والله يدومها وان شاء الله الله يوفقه والله يجيبه على خير وما كاين غير عطي العصير هاي هاي ربي باش حسيت اكيد الله لي عالم يعني من احسن من الناس عرفوني يعني عايشه ديما يعني بوزيتيف دونك بلا ما نهضر على داكشي اللي درني في داك الوقيته ولكن الحمد لله هو مرضي الوالدين ومرضي مع الله واللي مرضي ربي كيوقف معاه هادشي اللي كاين. السر يعني ما يعني سبونطالي وديجا انا حيت بحكم انا في هذا الدومين هذا تاع الفن وداكشي علاش كتكون علاقتي بهم والحمد لله يعني لحقاش انت كيكون عفوي الحمد لله وكيكون سبونطالي كيكون محبوب لا عند الفنانين وحتى عند الناس الحمد لله وربي اللي خلق هاد المحبه في هاد الناس والحمد لله على هاد النعمه هادي بالنسبه ليا. فما كرهتش انا كنحاول يعني نركز على المجال الفني اللي هو كوميديا وحتى التمثيل اللي كنحاول ندير مجهوداتي وكنحاول يعني نطق بيبان لا في النطاق كيف ما قلت كوميديا ولا في النطاق يعني التمثيل وحتى في الموسيقى مي هاد يعني الفن صراحه اون جينيرال كيبغي زعما شويه المساعده وامكانيات ويلي انا كندير الاسباب وكمان على الله يلي كتبقى القضيه على لي زارتيست وعلى المخرجين والمنتجين هما اللي كنتمناهم يلي يثقوا فيا ويثقوا في الموهبه ديالي وان شاء الله علاش لا ربي يحقق لي الحلم ديالي ونكون فنانه عالميه ان شاء الله علاش لا. في مصر الزياره كانت زوينه كانت مفاجاه سبحان الله العظيم لانه واحد صديقه هي من قصر القامه هي اللي زعما صراحه اقترحت عليا هاد القضيه ديال واحد المهرجان ديال قصر القامه تماك في مصر وعرضت لي على السيد وبعثوا لي الدعوه والحمد لله يلي مشيت هو الدعوه كانت كملكه الجمال العرب
وأنا مشيت كمغربية، وبحسن حظي لي الحمد لله تيسرت الأمور، ومع الأسف كان طرات شي مشاكل تماكي، وخديت اللقب ديال سفيرة النوايا الحسنة لذوي القدرات الخاصة. فالحمد لله لي اللقب هذا، كنتشرف به، وكنشكر لي سيدي ربي، وكنشكر الأسرة ديالي، وكنشكر الناس اللي عندهم علم على هاد المسابقات، كنشكرهم لانهم صوتوا عليا ودعموني، مع انه ما خديتش اللقب ديال داك المشيه اللي هي ملكه الجمال، خديت كيف ما قلت ديال سفيره اللوايا الحسنه لذوي القدرات الخاصه. والصديقه زعما اللي شافت ليا للاسف ما مشاتش، وهذا ما كان الحمد لله اللي كتبقى اقدر ما كاتب.